بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. حضورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله في اليوم السابع من أيام ملتقى تحقيق الرؤية الإلكتروني الأول بعنوان القيادة الملهمة وفق رؤية رائدة تحت شعار مجتمع مترابط رغم التحديات، من تنظيم أكاديمية تحقيق الرؤية للتدريب والاستشارات بالشراكة مع صناع الأمل وبرعاية كريمة من كرسي اليونسكو للمرأة في العلوم والتكنولوجيا والآيسيسكو وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. نحييكم بتحية الإسلام ونبدأ اليوم بإذن الله بورقة عمل بعنوان أنت قائد، يقدمها لنا الدكتور علي بن عيسى الزهراني، خبير التدريب في البورد العربي، عضو رابطة المدربين العرب، مستشار الأكاديمية العربية الكندية ACA، مستشار الأسري والتربوي بجمعية الزواج والتنمية الأسرية بالطائف، عضو أمانة جائزة الأسرة المتميزة. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة أنا أتقدم بالشكر الجزيل لله عز وجل، أولا نحمده الذي هيأ لنا هذا وسخر لنا هذا وأنعم علينا بهذه النعم، وأيضا شكري الجزيل لهذه الأكاديمية والإخوة العاملين عليها، الأستاذ تركي، الأستاذ عمل والبقية. فأنا أشكركم حقيقة، وأشكر الحضور بارك الله فيهم على حضورهم، وحضور مميز. يعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وسعدت جدا عندما يعني رأيت المسمى الملتقى وهدفه، فحبيت أن أشارك فيه. مشاركتي فيه بهذا العنوان أنت قائد، ورقة عمل أقدمها بهذا العنوان أنت قائد، وأخترت أيضا يعني عنوان لعل يكون من ضمن العناوين اللي إحنا نطرحها، وهو من اللعب نصنع هذا القائد، يعني عن طريق اللعب نصنع هذا القائد. لعلي إن شاء الله أبدأ معكم في هذا الوقت المبارك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين. إخوتي الأحبة، يعني هذه ورقة العمل حقيقة كانت يعني خاطرة سريعة، كتبتها في وقت يعني كان ليس بالكافي، وهي نعتبرها فضفضة أكثر منها ورقة عمل، وأيضا موجودة على هذا الرابط، يعني باستطاعتكم الآن يعني تطبعونها من هذا الرابط أو تحفظ هذا الرابط أو تصور الشاشة وتستخرجوا فيما بعد، عبارة عن ملف PDF يعني مختلف عن الشرائح، فيها مادة أكبر من هذه، وأنا بس أعرض فقط يعني جزء يسير منها في هذه الشرائح فقط، يعني أنا إن شاء الله أحاول أنتهي قبل السابعة بخمس دقائق أو عشر دقائق عشان موعد الصلاة عندنا، وسأطرح يعني أشياء بسيطة، يعني هي لمحات خفيفة وإشارات، وأنا أجزم بأنها يعني ستفتح لكم آفاق، ومما لديكم سيكون هناك يعني إثراء للمادة، سواء يعني قيلت الآن أو فيما بعد، ولعلي أحظى إن شاء الله يعني بتغذية راجعة منكم أستفيد منها. دكتور علي؟ نعم، الصوت واضح؟ الصوت واضح بس لو ترفع شوية. طيب أنا طيب ماشي الحال. فأقول بالله التوفيق، في هذا اللقاء أو في هذا العرض أنا لن أتطرق لمجموعة أشياء حول القيادة أو القائد، لن أتطرق إليها. فالقائد أو القيادة هذه لن أتطرق إليها، لن أتطرق إلى التعريف، كذلك لن أتطرق إلى الفرق بين القائد والمدير، وكثيرا ما أسمعها، وحقيقة أنا يعني لا أميل إلى هذا الكلام إنه في فرق بين القائد والمدير، فالقائد هو المدير والمدير هو القائد، وإنما الفرق بين القيادة والإدارة، القيادة والإدارة، القيادة شيء والإدارة شيء، لكن المدير الناجح هو قائد، والقائد طبيعي أنه حيكون هو مدير، يعني يستطيع أن يكون مدير عندما يحتاج إلى أن يكون مدير، والمدير بطبيعة الحال الناجح هو قائد إذا أراد ذلك.
أنواعها أيضا لن أتطرق إلى أنواع القيادة، ولا أتطرق إلى إنها هي فطرية أو مكتسبة، ولا أتحدث عن القيادة الفردية أو القيادة الجمعية، والتي هي يعني حاليا أصبحت يعني المطروقة أو المتبعة في كثير من المنشآت، إنه ما يكون قائد هو وحيد فقط، وإنما يكون يعني فريق عمل كلهم قيادات. وأيضا يعني لن أتطرق إلى معاهد وصروح إعداد القيادة إلا بشيء يسير، وهو إنه أول معهد إدارة عندنا في المملكة العربية السعودية هو معهد الإدارة العامة، وأنا أبحث في موقع المعهد الإدارة العامة، يعني صراحة تفاجأت بهذه المعلومات، إنه مرسوم ملكي في إيجاد هذا المعهد، وكان عام 1380 يعني قبل 60 سنة. معهد الإدارة هذا أكثر المدراء، الوزراء، مدراء الإدارات، يعني كل أصحاب القرار معظمهم مر على هذا، إما أنه درس فيه دراسة منتظمة، أو أنه يعني مر عليه خلال دوراته وهو على رأس العمل. وأيضا أصدر مجلس الوزراء عام 1437 يعني قبل 4 سنوات، أصدر قرارا بأن يكون هناك مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية ضمن هذا المعهد، مركز لإعداد وتطوير القيادات ضمن هذا المركز. وفي هذا العام 1441 يوم 20 شهر 2 تحول هذا المركز إلى أكاديمية، سمي هذا المركز بأكاديمية، وهذا مؤشر جيد، يعني مؤشر جيد أنه يعني يعتنى في هذا الاسم ويعطى حقه مما يستحق. ولأنه إذا أنا بتحول من مدير إلى قائد، يعني أتعامل مع الناس كقائد، لأني أنا شغال الآن قيادة وليست إدارة، لابد أن المواصفات تختلف. فهذه كلها التي ذكرتها لكم لن أتحدث عنها، فهي لها مجالها ولها مراجعها، ومن أرادها يستطيع أن يبحث ويصل إلى الشيء الكثير. الذي أنا أريد الحديث عنه حقيقة هو أقدم مصنع للقيادة أو أقدم مصانع القيادة. يعني الآن إحنا بالنسبة لنا عندنا معهد الإدارة ورأيته من 60 سنة، المركز مركز إعداد وتطوير هذا له 4 سنوات، والأكاديمية لها يعني أقل من سنة، والجامعات العالمية والكليات اللي تتطرق إلى الإدارة سواء علم الاجتماع أو في علم النفس أو في علم الإدارة أو في علم السياسة إلى آخره كثير، يعني على مستوى العالم ولها مئات السنين. فأنا لن أتطرق إلى هذا كله، ولكني سأركز على هذه الجزئية الأخيرة، وهي أقدم مصانع القيادة. ما هو أقدم مصانع القيادة في نظركم؟ أقدم مصنع للقيادة، ماذا ترون؟ أنا ما أشوف الكتابة، فلعل كان يعني نعم، أنا شفت يعني البعض كتب، لأنه الكتابة أمامي ما تظهر، ما أحب أظهرها عشان ما تشغلني. نعم صحيح، واضح الشات عندك دكتور؟ وأشوفه في الجوال يعني، بس إني ما أقدر أشتت ذهني. لكن هو والأسرة؟ نعم، هو ذكر الأهل والأسرة والوالدين إلى آخره، نعم هذا هو المقصود. يعني أقدم مصنع للقيادة وأقدم مصانع القيادة هي مصنع الأسرة، هي الأسرة، والأسرة يعني من عهد البشرية، من بداية البشرية الأسرة موجودة، فصناعة القائد تكون يعني من الأسرة، الأسرة هي التي تصنع القائد. وهذا الذي أنا أركز عليه في ورقتي هذه، إنه ما هو دور الأسرة في صناعة القائد، كيف تصنع الأسرة قائد لهذه الأمة، كيف تصنع قائد لمجتمعه، وقائد يعني يفيد أمته ويفيد من حوله وبيئته. فحديثي سيكون عن هذا. فالأسرة حقيقة هي التي تصنع القائد. نحن في بيوتنا مصانع، في بيوتنا مصانع، وهي لا تصنع الحديد، وأيضا مطابخ لكنها لا تطبخ ثريدا. وفي بيوتنا صانعات الرجال وبانيات البيوت ومربيات الأجيال، وأنا أرى أن المرأة الزوجة هي عمود البيت، هي عمود المنزل، هي عمود الأسرة. لو سقطت سقطت الأسرة كلها، لو سقطت سقط البيت، هي العمود الذي يرتكز عليه هذا الكيان. ونحن نعلم يعني قيمة الأسرة، هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، بل في بناء الأمة.
وهي إذا صلحت صلحت الأمة، وإذا تماسكت تماسكت الأمة، وإذا أنتجت أنتجت الأمة. والأسرة هذه مكونة، يعني لو أخذنا الأسرة النواة الصغيرة اللي هي زوج وزوجة وطفل أو طفلين أو ثلاثة، فكل هذه ترتكز على الأم، ترتكز على الأم، ترتكز على الزوجة، هي التي تقوم بهذه كلها. فبقدر ما تكون هي تتحمل، وبقدر ما تكون هي يعني لها ثقلها، وبقدر ما تكون يعني لها مكانتها، لا شك أن هذه الأسرة تكون متمكنة. فيبقى أن الأم والتي هي الزوجة هي عمود البيت، هي عمود الأسرة، وهي صانعة الرجال، وهي صانعة الأجيال، وهي صانعة الأمة. المطلوب من هذه الأم العظيمة، من هذه الزوجة العظيمة، وإذا تحدثت عن أسرة فأنا أقصد بها الأم، وإذا تحدثت عن الأم فهي الأسرة حقيقة. المطلوب من هذه الأم العظيمة أنها تكون يعني فعلا عظيمة، تصنع الرجال. وأنا أسألكم هذه المقولة: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، من قائلها؟ ثكلته إن لم يسد إلا قومه، من الذي قالها؟ من قال هذه العبارة: ثكلته إن لم يسد إلا قومه؟ لعلك يا أستاذ أمل إذا كانت تشوفين الكتابة تقرأين لي الإجابات. نعم. من أم الأحنف بن قيس؟ أنا أشوفها في الجوال لكن أجلس أتلفت يعني كذا. أيوة أنا أقرأ لك هي. نعم طيب. في هند بن عتبة وأم معاوية بنت أبي سفيان، أم الأحنف صفية بنت عبد المطلب. طيب كلام صحيح، هي هند بنت عتبة رضي الله عنها أم معاوية. ثكلته إن لم يسد إلا قومه. هند بنت عتبة هذه كانت في معركة بدر في صفوف المشركين ضد المسلمين، وهي التي حرضت على قتل حمزة رضي الله عنه. وهند بنت عتبة هذه في فتح مكة هي التي وقفت في نحر زوجها أبي سفيان تجادله وتخاصمه لأنه سلم مكة للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين خشية الحرب، حتى لا تكون يعني هناك يعني حرب وقتل فيما بينهم، وهم كلهم أسرة واحدة وقبيلة واحدة. وكان يعني قصتها طويلة جدا، فكانت هي يعني تمقت أبو سفيان رضي الله عنه عندما قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن. فكانت يعني تشنع عليه. هند بنت عتبة هذه عندما رأت المسلمين يطوفون بالبيت، ورأت هذا الوقار وهذه السكينة، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل وهو على ناقته مطأطي رأسه يردد: إن فتحنا لك فتحا مبينا، تقول: والله ما عبد الله مثل هذا اليوم، ما عبد الله مثل هذا اليوم. فكسرت أصنامها وذهبت لكي تسلم، فبايعها النبي عليه الصلاة والسلام ومعها عدد من النسوة دون أن يعرفها، لأنها كانت يعني متحجبة لكي لا يراها، ولأنه أهدر دمها مع عشرة آخرين ضمن عشرة آخرين لما صنعته. فبايعهن على ألا يشركن بالله، فقالت: لقد علمنا لو كان معه شريك لكان نصرنا عليكم في بدر. ثم قال بعد كذا: ولا تزنين. قالت: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ قال: ولا تقتلن أولادكم. قالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت في بدر كبارا، لأن مات لها في بدر ثلاثة تقريبا. فقال: أنت هند بنت عتبة؟ قالت: نعم هند بنت عتبة، والله يا رسول الله كنت أبغض الناس إلي، والآن أنت أحب الناس إلي. شوف الإسلام كيف يحول الناس، سبحان الله. وكان بيتك أبغض البيوت إلي، والآن هو أحب البيوت إلي. هذه هند بنت عتبة، هذه المقولة لها. رجل من العرب من الذين يتفرسون في الوجوه رأى معاوية وهو في حضنها، وهو في الكوفة، لا يعني ممكن سنتين، أقل من سنتين، أكثر من سنتين، رآه ورأى عينيه وهو يعني بنظراته يتفرس فيه، فيقول: إن يعش هذا يسد قومه، يعني إذا الله يطول في عمر هذا الولد اللي هو معاوية فهو سيكون سيدا لقومه، إن يعش هذا يسد قومه. فطبعا هي لم تولول وتزغرط وتفرح بهذه العبارة وتقول يعني شكرا لك يعني على هذه البشارة، ولم تتذمر تقول: لا نريد يعني عمودية ولا مشيخة ولا رئاسة، بل قالت: ثكلته إن لم يسد إلا قومه، يعني عساه يموت، عساني أفقده إن لم يسد إلا قومه. ماذا تريد؟ تريد عولمة،
تريد أن يكون أكبر من هذا. وفعلا ربته على هذا الأساس حتى أصبح مؤسس دولة، مؤسس الدولة الأموية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مؤسس الدولة الأموية. دولته تبدأ من المحيط حتى مشارف الصين، هذه دولته، يعني أكبر اتساع حصل في هذه الدولة، الدولة الإسلامية، معاوية بن أبي سفيان التي ربته هند بنت عتبة وصنعت منه هذا الرجل صاحب الهمة وإلى آخره. فيعني انظر إلى همتها، تقول ثكلته إن لم يسد إلا قومه. وأيضا مطلوب من هذه الأمة العظيمة التي هي عمود البيت، مطلوب منها أنها تنجب عظماء. ولو كتبتم هذا العنوان أمهات عظيمات أنجبن عظماء، لو تكتبونه في البحث في جوجل لوجدتم شيئا عجبا من أمهاتنا من سلف هذه الأمة من النساء. تجد أحمد بن حنبل خلفه امرأة كانت تنتقل به من حلقة إلى حلقة، من شيخ إلى شيخ، من عالم إلى عالم، وهي تقعد عند الباب بمغزلها تغزل صوفها تصرف عليه. وغيرها وغيرها، الشافعي والبخاري وغيرهم، عادس أيضا، يعني ناس كثير جدا جدا خلفهم امرأة، امرأة هي خلف هذا. وسأحكي لكم قصة في آخر هذا اللقاء أيضا في زمن قريب، يعني في عصرنا هذا، أيضا أم من هذه الأمات العظيمات أنجبت للأمة رجلا بأمة حقيقة. فأنا أتحدث الآن عن الأسرة ودور الأسرة، كيف تصنع لنا عظماء كهؤلاء العظماء، كيف تصنع للأمة قيادة، وكيف تصنع قيادة، كيف تجعل منه قائدا، كيف تصنع من هذا الابن، من هذا الطفل قائدا. ولن أتحدث عن التربية متى تبدأ، فهي لا أقول أنها تبدأ من سنتين ولا حتى من شهرين ولا حتى من يومين، بل حتى لا أقول تبدأ وهو جنين، بل تبدأ من قبل ذلك، حتى تبدأ من قبل الزواج بإعداد الأبوين، ثم من بعد ذلك ليلة الدخلة وفي ليلتهم وهو في بطنها يتأثر هذا الجنين بانطباعاتها، يتأثر بحزنها بفرحها بذكرها لربها إلى آخره. فالتربية حقيقة أنها تبدأ من وقت نحن لا نتخيله أو الكثير لا يتخيله، وتستمر يعني ما عاش الإنسان. فهؤلاء الأمهات العظيمات نحتاج أن ينجبنا عظماء، ومن فضل الله عز وجل أن هذه الأمة يعني يبقى العظماء فيها رجال ونساء، والنساء فيهن عظيمات كثيرات يعني بفضل الله. صور وتعليق، أنا بعرض لكم مجموعة من الصور، وهي حقيقة أنا لاحظتها وأدهشتني، فأبغى يعني تنظرون معي إلى هذه الصور. يعني هذه الصورة، صورة البيت الحرام أثناء عمرانه، أنا شاهدت هذا المنظر يمكن قبل 4 أو 5 سنوات لا أعلم حقيقة، وكنت على سطح الحرم، وكان عندنا مشروع أنا وبعض الزملاء على مستوى دول الخليج، وشعرت أن هذا المشروع يعني أصابني بالصداع في رأسي لثقله وزحمته، وكنت أنظر إلى هذه الروافع وهي على البيت الحرام وفي كل جهة في التوسعة، وأتفكر يعني من هو الشخصية الذي قرر هذا القرار والذي هو يدير هذا العمل، من هو هذا الشخصية؟ يعني هل هو شخص واحد فرد قائد، أو أنها قيادات يعني من نوع القيادات الجمعية اللي هي مجموعة قادة، فريق عمل، مجلس قيادات؟ يعني أنا أطالع في هذه الروافع أو الونشات كم عددها وكيف تدار ولماذا هذا يوضع هنا وهذا يوضع هنا، ومن منهم يعطي الآخر، ومن ينقل يعني الشيء المراد نقله إلى الونش الثاني والثالث والرابع حتى يصل إلى مكانه، وإدارة الوقت لهذه، ومن الذي يستطيع أن يتخذ القرار، من يستطيع أن يتخذ القرار ويقول هذا المشروع يكلف كذا من الريالات، من يستطيع يتخذ القرار ويقول هذا المشروع ينتهي في كذا. يعني شيء أنا ما استطعت أني أتخيله حقيقة، ما استطعت أني أتخيله. إضافة إلى هذا، هم لا يشتغلون في الربع الخالي، لا يشتغلون في صحراهم، يشتغلون في الحرم. الحرم 5 صلوات يوميا وحج وعمرة، يعني ما تعطل شيء أبدا، الناس ما يشعرون بأن هناك تعطل شيء، الصلاة تقوم والناس يصلون
عمرة جارية والحج مستمر والعمل شغال 24 ساعة، إضافة إلى هذا أنه يتوقف 5 مرات في اليوم، يعني أوقات الفروض يتوقفون تماماً. يعني أتخيل هذا الشخص القائد لهذا الرافعة لهذه الرافعة ينزل يصلي أو يعني يتصرف أنه لا يعمل وقت الصلاة، يعني عمل صراحة جبار. يعني من هو المهندس أو من هو المدير أو من هو القائد أو من هم فريق المهندسين أو فريق القيادة الذين يعني يستطيعون أن يتخذون القرار وأن يرسمون هذه الرسمة وأن يصنعون البرنامج لهذا العمل لهذا المشروع، وأن يستطيع أنه يحدد متى ينتهي متى يبدأ، يعني شيء ليس بالسهل. وأنا أنظر لهذا المنظر، تبادر لذهني هذا الذي أصبح مهندساً أو يتخذ قرار هذا كيف نشأ، كيف تربى، هل يعقل أنه تربى يعني تربية متهالكة، تربية فيها شيء من الدين وشيء من البساطة والدلال والدلع، أم فيها شيء من الجدية، فيها شيء من المسؤولية؟ خلفه أم، لا شك أن خلفه أم، لا شك أن خلفه أسرة. فيعني أنا انطلقت من هذا وأتذكر يعني برامجنا نحن مع الأطفال وفناتير وما صنعته فناتير وبعض المشاريع نحن كنا نعمل فيها يمكن من قبل حوالي 25 سنة، كان لنا يعني أنشطة طلابية على مستوى المملكة في الأندية العلمية والملتقيات الصيفية على مستوى المملكة، فكان يعني نقدم لهم برامج فيها تفكير وفيها تركيبات مثل هذه وفيها إبداعات، ونجد من أبنائنا ما يذهل، نجد منهم حقيقة يعني أمر مذهل ولديهم القدرة، لكن نحن نقصر معهم، ومهما بذلنا لهم فهم يستحقون أكثر ويحتاجون إلى أكثر. فأقول الطفل الذي لم يبدأ في طفولته بألعاب مثل هذه الألعاب الهادفة، ألعاب لها غاية، ألعاب لها هدف في قدرته على التفكير، في قدرته على قراءة الأدلة، قراءة الكتالوجات، قراءة الرسوم وصنع هذه، بل أنه يعني يأخذ هذا الدليل أو هذا الكتالوج ويطبق ما فيه، بل يضيف عليه، بل يبدع، بل يختلف تماما عن ما صنع من أجله. فيعني الطفل ينشأ هذه النشأة ويعمل هذا العمل، لا شك أنه إذا كبر يستطيع أن يدير مشروع كهذا أو أكبر أو أصغر، لكن طفل يعني عالى على أمي، عالى على أبي، عالى على إخوتي، هم الذين يأكلونه ويشربونه ويلعبونه ويقومون بواجباته وهو لا يعمل شيئا، أنا أتصور أنه يعني لا يستطيع أن يصنع شيء. فمثل هذه المشاريع حقيقة يعني تنبع من هذه المشاريع، هذه المشاريع الجادة، هذه المشاريع التي يعني على مستوى الدولة بل هي على مستوى العالم، وشارك يمكن فيها من كل الجنسيات شاركوا فيها، وخبراء ومهندسين وإداريين وقياديين، يعني أمر ليس بالسهل، أمر جبار جدا، وفي ظروف يعني مختلفة عن أي ظرف، الصلوات وخروج الناس ودخولهم والحرص على سلامتهم، يعني أمر ليس بالسهل. لا يمكن الوصول إلى هذا المستوى من الإتقان وإلى هذا المستوى من القيادة والإدارة بدون أن يمر الطفل في مراحله الطفولية بهذا المستوى من التدريب والتعليم والتربية إلى آخره. حقيقة حتى يعني عندنا نحن في كنت أشرف على ورشة علمية وفي النادي العلمي عندنا في المدرسة، وهذه الورشة هي كانت يعني من تصميمي من عملي أنا والزملاء رابطة العلوم والرياضيات والحاسب الآلي، يعني وكان الطلاب يعني يشاركون في هذه الورشة خلال فترة الفسحة فقط، وكانوا يتعلمون في الكهرباء وفي الإلكترونيات وفي التركيبات وفي بعض الأجهزة، يتعلمون في الميكانيكا، يتعلمون في قطع يعني مختلفة في للتفكير والإبداع والقيادة، فكان يعني بفضل الله يعني أثرت فيهم تأثير كبير. يعني مثل هذا المشروع الذي هو هنا في اليسار في الوسط تقريبا، هذا يعني عند بنائه يصبح كأنه يعني
ناطحات سحاب جلسوا فيها الأولاد أكثر من يمكن أسبوع، وهم يأتون كل فسحة من أجل يعملون تركيب، وأنا كنت أنظر فيهم بإعجاب. يعني هم لديهم الكتالوج وهم يعني يبنون فيه بناء، كان بناء شامخ يعني بناء مشرف. وكان بجوارنا بجوار المدرسة برج الطائف، قلب الطائف، برج العبيد، كانوا يبنون فيه في نفس الوقت. فأقول أنا في تلك اللحظة لا يمكن يعني يبني هذا البرج أو يديره. كانت تشتغل فيه 26 شركة، منها شركة لإدارة الوقت، وشركة أخرى لمكافحة النمل الأبيض، وشركة لكذا وكذا. يعني لا يمكن إذا يكون فيه عدد من المهندسين، معظم هؤلاء المهندسين إن لم يكن جميع المهندسين هؤلاء كان في صغره يعمل مثل هذه الأعمال ويتربى عليها ويتدرب عليها. فحقيقة نحن نريد من الأمهات العظيمات أن تركز على ابنها في تربيته لكي تصنع منه قائدا، تصنع منه مفكرا، تصنع منه مبدعا، وتستعين بالله عز وجل ثم بأصحاب الخبرات والمواقع والجهات المتخصصة في هذا الآن متوفرة بفضل الله. يعني متوفرة سواء دخلت اليوتيوب وتجد، دخلت في مراكز البحث تجد، في أي مكان تجد بعض الخبراء في التربية والتعليم يعني لديهم يعني كم كبير من هذه المعلومات والطرق والأساليب. الحقيقة الذي نحتاجه نحن من الأسرة في صناعة القائد أو من هذه الأمة العظيمة التي تصنع لنا عظماء، نحتاج منها الشيء الكثير، ولكن يعني بدون تصريح، يعني بدون أنها تقول هذا الطفل أنا بصنع منك قائد، يعني لا نحتاج أنها تقول أنا بصنع منك قائد، أو حتى تفكر أنها هي تصنع منه قائد، أو تفكر في القيادة، أو تروح تقرأ ما هي القيادة وما معنى القيادة وإلى آخره وتتوه. لا، نحن نريد أن تصنع في هذا الطفل سمات القيادة، صفات القيادة. ما هي صفات القائد؟ ما يعني ما هي أخلاقه؟ ما هو سلوكه؟ ما هي تعاملاته؟ فقط هي تغرس فيه هذا الشيء، تغرس فيه هذه المبادئ، هذه الخلق، هذا. فإذا غرست فيه أصبح قائدا، وأول ما يتم غراسته في هذا الابن وهو معرفته بالله عز وجل، أن يعرف من هو الله، يعرف الله، يعرف يقدر الله حق قدره، يتقي الله، يراقب الله، يتعبد الله بكل ما يصنع. فالأم لا تستطيع أن تراقب ابنها، الأب لا يستطيع أن يراقب ابنه، وكذلك لا الأخ ولا الأخت ولا المعلم ولا أحد يستطيع أن يراقب هذا الإنسان إن لم هو يضع على نفسه رقيبا من الله، ويعمل كل شيء لوجه الله، دراسته لله، وأكله وشربه لله، حتى لعبه لله، حتى نكته لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل شيء، كل شيء لله رب العالمين. فيعيش على هذا ويراقب الله. لا، الله يراك، انتبه، الله يحبك. لا، هذا الشيء لا يعجب الله، وهو طفل، وهو طفل، وهو في الكوفلة، وهو أصغر من هذا. تذكره بالله دائما. ونحن أول خطوة، أول خطوة نصنعها مع المولود أن نذكره بالله، نؤذن في أذنه، أول خطوة. فيعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا التشريع لا يمكن يكون أتى من عبث، لا يكون عبثا أبدا أبدا، وحاشا أن يكون عبثا. فما طلب منا أن نؤذن في إذن هذا الطفل إلا لهذا الأذان له أثر، له أثر. فأنا أعرف هذا الطفل بربه وأربطه دائما بربه، وأنه لا يراقبني كوني أما، ولا يراقبني كوني أبا أو معلما أو معلمة، وإنما هو يراقب الله وحده، ولا يراقب حكومة، ولا يراقب كاميرات مراقبة، ولا إنما يراقب الله وحده. فنريد أن نرسخ هذا المبدأ في عقول أبنائنا. فإذا نحن رسخناه فلا تسأل كيف سيكون قائدا. أيضا من الأشياء التي أحبر عليها أننا نرسخ في عقولهم وقلوبهم حب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هو هذا النبي، وكيف نشأ، بل ولد يتيما، ولد بعد أن توفى والده، وما عاش مع أمه إلا 6 سنوات، وعاش فقيرا، وعمل أجيرا لدى قريش رعى لهم الغنم. وكل هذا حصل له لماذا؟ لكي يصنعه الله فيصبح رحمة للعالمين، فيقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، لأنه جرب اليتم. ويقول
تصدق على الفقير ولو بالشق تمرة عليه الصلاة والسلام، أو كما قال، لأنه يعرف الفقير وما يريد، ويقول اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه لأنه اشتغل عجيرا، ويعرف أيضا كيف يتعامل مع كبار الشخصيات ومع الوفود لأنه عايش في بيت سيادة. الله عز وجل هو الذي صنعه، هو الذي رباه ليكون رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. وكم كان يحمل همنا، وكم كان يحبنا، وكم كان يبذل من أجلنا، فنحن مهما بذلنا من أجله فهو قليل، ومهما ذكرناه فهو قليل، ومهما نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام فهو قليل. ولكن يعني حسبنا أننا نحن كلنا وأعمالنا وأعمارنا في موازينه عليه الصلاة والسلام. فهذا النبي هو القدوة، هو القدوة، هو المنار لنا. نحتاج أن نرسخ في عقول وقلوب وأرواح أبنائنا حبه، حب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، ولا يكون هذا أبدا إلا بقراءة سيرته ومعرفة هديه عليه الصلاة والسلام، والتأدب بآدابه، وتعبد الله عز وجل باتباعه. فإذا نحن رسخنا هذا المبدأ الثاني لدى أبنائنا وفلذات أكبادنا، فلا تسأل عنهم كيف سيصبحون وكيف ستكون قيادتهم ملهمة. وأيضا نحتاج أن نربي هؤلاء الأبناء ونرسخ لديهم ببعض القصص والبرامج والمشاريع والألعاب والأفكار وكتابة البحوث، لكي نعزز عندهم القيم والمبادئ والأخلاق، ونرى يعني سلفنا ونرى الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم ومن اهتدى بهديهم ومن تعلم وتدرب وتربى على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، على كلام الله عز وجل، على تفسيره، من هؤلاء العظماء الذين تفخر بهم الأمة وتفخر بهم الإنسانية حقيقة. حتى الكافر وحتى العدو يشهد لهم بالخير، حتى العدو لا يستطيع إلا أن يقول إنهم إلى خير، وهم عالة على ما قدموا هؤلاء. كل العلوم الغربية والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية هي عالة على ما قدم هؤلاء. فنحتاج إلى أن نعرف قصصهم، ونحتاج أن نعرف طرقهم وكيف كانوا يعملون، ونربي أبناءنا على هذا. فالمطلوب من هذه الأمة العظيمة وهذه الأسرة أن يتكاتفوا بقيادة هذه الأم وقيادة الأب كمساعد، أن يتكاتفوا في صناعة هذا القائد. لا نصنعه على أنه قائد، وإنما نصنعه على أنه مؤمن يراقب الله عز وجل، محب للنبي عليه الصلاة والسلام، متبع لسنته، يقتدي بهؤلاء السلف، بهؤلاء العظماء. فإذا هو تخلق بهذه الأخلاق أصبح قائدا تلقائيا، أصبح قائدا تلقائيا، وأصبح لا يريد إلا أن يكون خادما للناس باذلا. والقائد هو الذي يخدم الناس وهو الذي يبذل للناس. المطلوب من هذه الأمة العظيمة أن تقرأ وأن تطلع وأن تبحث، ولا يمنع أنها تأخذ من كتب الشرق والغرب ما وافق الفطرة وما وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتعاليمنا وديننا. فهناك من الكتب من هي يعني تصف القادة وأنهم يتعلمون باستمرار، من يقول عكس هذا؟ يسارعون إلى تقديم الخدمات، يبذلون من أجل الآخرين، يشعون طاقة إيجابية، تجد في أحلك الظروف وهو مبتسم، في أحلك الظروف وهو متفائل. والذي ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق عندما أتاهم خبر نقض اليهود للعهد، فقال الله أكبر الله أكبر، أمر محزن جدا جدا. المشركين أمامهم 10,000 ما بينهم من الخندق، والمنافقين في وسطهم في داخلهم، واليهود من خلفهم، وأتاه خبر أن اليهود هؤلاء بني قريظة نقضوا العهد. أتاه الخبر بطريقة سرية ليست علنية. الذي أرسل وأتى بالخبر قال له عضل والقارة، يعني مثل ما خانوا أولئك خانوا هؤلاء، يعني لا يريد أن يعلم الناس، يعني فقط بالشفرة. فقال الله أكبر الله أكبر، كبر تكبيرة النصر، فكبر المسلمين معه، فارتعب المشركين،
قالوا ما كبروا إلا أتاهم خبر يعني من السماء أو شيء. فيعني القائد هو الذي يشع طاقة إيجابية. ومن هو الذي يشع طاقة إيجابية؟ من يؤمن بالله، يحب الله، يثق في الله، يحسن الظن بالله، يقرأ كتاب الله، يتدبر كتاب الله، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يثقون في الآخرين، إن الله أعطاهم قدرة وأعطاهم إمكانات وأعطاهم، ولست أنا وحدي، فيتعايش معهم ويستطيع أن يتعاون معهم. وأيضا عندهم طموح وعندهم قدرة على المغامرة، ويتعاملون ويكمل بعضهم بعض، يطورون أنفسهم، يدربون أنفسهم إلى آخره. بالإضافة إلى أنه يعني هناك خصائص ذاتية فطرية في الشخص لابد الأم تعرفها، أنه التفكير، كل إنسان يفكر، أي إنسان يفكر، أي إنسان يخطط، أي إنسان، لا يوجد إنسان ما يخطط. ربما يقول بعض الناس لا، كل إنسان يخطط. يخطط كيف؟ يعني ليس بالضرورة أن يخطط في ورقة، هذه شيء راقي، وليس بالضرورة أن يكون تخطيطه استراتيجي لمدة أسبوع ولا شهر ولا سنة يعني في 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 حياة الأطفال، ولكنه لن يصنع شيء إلا هو يفكر فيه، ولن يصنع شيء إلا هو يخطط له. فقط نحتاج هذه الأشياء اللي هي فطرية يعني نضخمها قليلا، فبدل ما يكون تخطيطه أنه كيف يحصل على حبة حلاوة من والدته، نجعله يخطط أنه كيف يحصل على مثلا مصروف أسبوع وقس على هذا. بدل ما نخليه يخطط في هذه اللحظة وفي هذه الساعة، نجعل تخطيطه على مدى الشهر، وكيف يحول هذه الخطط الشهرية إلى أسبوعية إلى يومية إلى أعمال وهكذا. أيضا عنده قدرة على التصور، نربيه أنه يستطيع أنه يتخيل، يتصور، نطرح له أفكار، يعني كيف تخيل تكون غرفتك، سريرك، دولابك إلى آخره، كيف ممكن لو عدلنا فيه كيف تبغى يكون شكله. قال لك أنه ارسم لنا الشكل، أعطينا ارسم، هات جسد، أعطينا مجسم. نربي فيه هذه الأشياء بطريقة لعب، بطريقة مزاح، بطريقة اعتماد على النفس، يعني بأي شكل من الأشكال. أيضا العلاقات والاتصال والتحفيز، علاقته بالآخرين، علاقته بالمجتمع، علاقته بمن حوله، كل هذه مهارات يعني موجودة في طبيعة الإنسان، فكيف نحن نطورها. وبالإضافة إلى المهارات الفنية والراقية كحل المشكلات واتخاذ القرارات. وحل المشكلة يأتي حتى من مسألة في الرياضيات، إنه كيف أنا أفند هذه المسألة، من مسألة في مادة الفقه، من مسألة في مادة في أي مادة دراسية، إنه كيف أنا أخذها وأجزئها، كيف أخذ مثلاً واجباتك وأبدأ أجزئها حسب الوقت، يلا تعال نعمل، ولا أعمل أنا له ولا أشتغل له، بل هو الذي يعمل وأنا أشجع. حتى الفكرة لو كانت هي فكرتي أنا وأنا أقدمها له، أجعلها وكأنها من صميم عملي، هو الذي فكر فيها وهو الذي عملها. فنحن حقيقة مطلوب منا أن نجعل من هذا الطفل قائدا. كيف نصنع منه قائدا؟ نصنع فيه صفات القيادة، نصنع فيه أخلاق القائد، نصنع فيه سمات القائد، وهي سمات كل مؤمن، وهي صفات لكل مؤمن ومؤمنة. وسواء كان هذا القائد الذي نعنيه هو الطفل أو الطفلة، الولد أو البنت، الرجل أو الأنثى، فكل شخص هو قائد، كلكم راع، كل واحد هو قائد، قائد في مكانه، قائد في دوره، في عمله، في وظيفته، في فريق عمله، سواء كان يعني فريق صغير أو فريق كبير، أو كانت إدارة أو كانت وزارة. فروح القيادة تجري في دم هذا الطفل الذي تربى على المسؤولية من نعومة أطفاله، والذي تربى على يد أم عظيمة وأسرة نبيلة. وكل من يعني يحضر معي هنا، وأنا شوف ما شاء الله العدد تجاوز 450 أو 460، وكذلك أظن في الفيسبوك أيضا عدد، وفي اليوتيوب عدد، أملي ورجائي أن يكون من بين هؤلاء من يعني تكون هذه العبارة وهذه الكلمة وهذه الفضفضة أنها تكون نقطة تحول في حياته. لا يعني أقول أنه في شخصي هو يتحول إلى قائد، وإنما يصنع القائد. فإذا لم يتيسر هذا، يصنع من يصنع القائد يكون من أحفاده أو أحفاد أحفاده. فالأمة تحتاج إلى مثل هذه الطاقات، من يبذل من أجلها، من يبذل من أجل
هذا البلد، من أجل هذا الوطن، من أجل هذا المجتمع، من أجل هاي الإنسانية، من أجل الإنسانية عموما. والمؤمن رحمة لكل العالمين، كما كان عليه الصلاة والسلام رحمة لكل العالمين، المسلمين هم رحمة لكل العالمين، ونسأل الله أن نكون نحن كذلك. فمن ضمن الأشياء يعني ممكن نأخذ هذه الأشياء عن طريق اللعب، عن طريق اللعب. يعني مثلا هذه لعبة، أنت قائد، كيف نجعل من هذا الطفل قائد؟ يعني نأتي بهذه اللعبة ونقول يلا تصويت، أنا عندي 3 أبناء وخمسة أبناء وأكثر أو أقل، وندخل معهم الأب والأم، يلا من هو القائد؟ يلا نصوت، من تريدون أن يكون القائد؟ ونعمل تصويت. من هذا التصويت أنا أعلمهم أنهم كيف يعني يدلون بأصواتهم، أعلمهم بالسرية في التصويت، أعلمهم مثلا أنه كيف نفرز هذا التصويت بأمانة، أعلمهم أنه كيف أنت تكون يعني تدلي برأيك الذي أنت مقتنع فيه ولو كنت وحدك، ولو كنت مخالف لكل المجموعة، كيف إلى آخره. يعني بس عملية التصويت هذه أستطيع أن أربي منها، يعني أربي بواسطتها هذا الطفل تربية كثيرة جدا. أيضا قرعة، نصنع قرعة وينالها الأول منهم، كيف نأتي بمجموعة من الأوراق ونكتب في كل واحدة منهم أنت قائد في كل ورقة، يعني هم 5 أشخاص 10 أشخاص، نكتب في كل ورقة أنت قائد، في كل ورقة أنت قائد، ونقول يلا هذه الأوراق فيه ورقة مكتوب فيها أنت قائد، ورقة من هذه الأوراق مكتوب فيها أنت قائد. والحقيقة أن كل أوراق مكتوب فيها أنت قائد، من يبادر ويأخذ ورقة من؟ فنجد أن الشخص المبادر هو اللي يعني أكثرهم شجاعة وجرأة، فنقول تفضل، فيأتي فيلتقط أي ورقة، سيلتقطها سيرى فيها أنت قائد، فنقول إذن خلاص أنت القائد، إذن لا داعي للبقية أنهم يأخذون، ونخفي هذه الأوراق أو نتلفها. المهم أنه نحن هدفنا الأول هو الذي يحصل على الورقة، من يبادر فهو نالها بجدارة. ونقول شوف أنت محظوظ أنك أنت على طول يعني أخذت هذا المنزلة أنك أنت يعني أصبحت قائدا. أيضا ممكن بطريقة أخرى أنه واحد فقط، هي واحدة فقط فيها أنت قائد، والباقي ليس فيها أنت قائد، وإنما أنت مساعد قائد. وممكن نقول لا أحد يعني يفصح عما ظهر له، فبعد ما ينتهي الجميع نقول من كان قائدا، من أصبح قائدا، فهو يصرح بنفسه يقول أنا قائد، إذن البقية لا يخبرونا، ونتفق مع هذا القائد أن كل شخص فيهم هو مساعد قائد، فنتفاهم معهم وتعاون معهم على هذا الأساس، ونقول لهم يعني الذي يعني ظهر مساعد قائد يخبر القائد بينه وبين يعني القائد، لا يطلع أحد، والقائد هو سيوظفه في المكان الذي يراه. ونعمل على هذا، يعني هي لعب وهي تسلية وهي كذا، لكنها تصنع فيهم شيء. وممكن من كل لعبة ومن كل حركة ومن كل أسلوب من هذه الأساليب أستطيع أني أوصل رسائل كثيرة، وأستطيع أني أربي تربية كثيرة. وحقيقة هناك في خلل يعني نحتاج أن نعرف كيف نعالجه. هذا الخلل هو يعني يقولون على التربية أنه من ولادة الطفل حتى 18 سنة يحصل له وعد للتفكير الإيجابي، يتوقف تفكيره، ما يستطيع يفكر. فيقولون أنه من 50,000 إلى 150,000 رسالة سلبية تصله، من 50,000 إلى 150,000 رسالة سلبية تصله في هذا العمر، أنت ما تفهم، أنت غبي، إلى آخره من هذه العبارات، وتصله 600 رسالة إيجابية فقط. والله ما شاء الله عليك أنت، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ممكن مرة في السنة ولا مرة في الشهر. ولكم أن تتخيلون يعني هذه الرسائل السلبية كم تقتل في هذا الطفل. وأهل الدراسات يقولون أنه الطفل هذا ينظر في الشاشة، شاشة التلفزيون، أيام كان تلفزيون، يعني هذه دراسة قديمة، 10,000 ساعة في عمر من ولادته إلى 18 سنة، 10,000 ساعة التي يرى فيها هذه الشاشة. فعشر ألاف ساعة يعني ماذا تصنع؟ وهذا الكلام يعني أيام التلفزيون وأيام الفضائيات في بدايتها يعني كانت الدراسة. لكن الآن كيف الوضع؟ الآن إذا كان 18 سنة، السنة فيها 12 شهر، الشهر فيه 29 يوم ونصف،
وكل يوم يأخذ ساعة فقط، يعني كل يوم ساعة ينظر إلى الجوال الذي هو في جيبه وتحت بطانيته وإلى آخره. 18 سنة، السنة فيها 12 شهر، الشهر 29 ونصف يوم وساعة واحدة، يصبح الحصيلة 6000 ساعة. يعني ينظر 6000 ساعة ينظر إلى هذا الجوال، وتخيل 6000 ساعة يبرمج فيها، في 6000 ساعة ماذا عسى أن تصنع فيه إن لم تكن موجهة، إن لم تكن هادفة، إن لم يكن بحذر. طيب فكيف لو كانت 3 ساعات في اليوم؟ 3 ساعات تصل إلى 19000 ساعة. 19000 ساعة في 18 سنة، يعني السنة واحدة أكثر من 1000 ساعة. ولكم أن تتخيلون 19000 ساعة ماذا عسى أن تصنع. وأما إذا كانت 5 ساعات فهي تصل إلى 31000 ساعة. الحقيقة أنه يعني أمر فيه شيء من الخطورة، ولكن من المبشرات. يقولون أهل التربية: اعطني 7 سنوات الأولى في حياة الطفل أعطيك رجلا. 7 سنوات الأولى في حياة الطفل مهمة جدا. لماذا؟ لأنه في 7 سنوات الأولى هذه يترسخ لدى الطفل أكثر من 90% من القيم، من القيم، من المبادئ، من الأساسيات، من كذا، سواء كانت سلبية أو إيجابية. فعلينا أن نحرص أن تكون إيجابية 90% من القيم. بينما من 7 سنوات إلى 18، يعني مرحلة ابتدائي متوسط ثانوي، 10% فقط، لكنها تكون فيها يعني شيء من السمكرة وشيء من الترتيب والتنظيم لما ترسخ سابقا. يعني يبدأ التفسير ويبدأ كذا، لكنها تبقى تلك التي ترسخت يعني راسخة وبقوة، ما تزول بسهولة، وتبقى في العقل الباطن. والعقل الباطن يؤثر بنسبة 93% من اتخاذ القرار. يعني الإنسان الذي يتخذ قرار يبني على عقله الباطن. مثلا والله المدرسة فيها رعب، الأستاذ يضرب، المادة الرياضيات صعبة، الظلام مخيف، دورة المياه ما أقدر أدخلها بدون إضاءة، إلى آخره. هذه الأشياء التي ترسخت في العقل الباطن يصعب إزالتها، بل تؤثر، تؤثر حتى في الأب. الأب يصير يصبح هو خايف على ابنه من هذا الرعب اللي كان هو في طفولته. ف 93% تؤثر على اتخاذ القرار. حتى يقولون يعني يحتاج الإنسان من 30 سنة إلى 40 سنة حتى يمسح، يعني يعمل إلغاء لما حصل في هذه 5 سنوات الأولى من حياته. فهذه تحتاج الأم وتحتاج الأسرة أن تراعيها. والقصة التي يعني قرأتها قريبا، أنه في عام 1879 تزوجت امرأة اسمها مبروكة خفاجي من صعيد مصر، في هذا العام 1879، ولكم أن تحسبوا متى كان هذا. ثم تطلقت وهي حامل، وأنجبت ابنها علي إبراهيم عطا، وهربت به، هربت به، أخذته وهربت به، طالب بها زوجها، فهربت إلى الإسكندرية، وأدركها في الإسكندرية بحث عنها، فهربت إلى القاهرة، وكانت تعمل عاملة، إما تبيع وإما إنها تشتغل في بعض المنازل من أجل ابنها، وأدخلته في مدارس أهلية، وأدخلته بطرق معينة، فتخرج طبيبا عام 1901، أصبح طبيبا، ثم ذاع صيته حتى أصبح هو طبيب للسلطان في عام 1916. هذا الطفل الذي أنجبته أمه وهي مطلقة بعيدة عن أبيه، لكن عندها رسالة، عندها همة عالية. لا نقول أم أحمد بن حنبل، ولا نقول فلانة ولا فلانة ولا هند بنت عتبة، هذه في زماننا الآن. فأخذت هذا الابن وهربت به لكي تربيه، وعاشت من أجله، وبذلت عمرها وصحتها وحياتها كلها من أجله. لكن ماذا أهرجت الأمة؟ فأصبح طبيب السلطان عام 1916، ثم أصبح أول عميد مصري لكلية الطب بجامعة فؤاد الأول عام 29، ثم رئيسا للجامعة، وفي عام 1940 تم تعيينه وزير للصحة. وأسس هذا الطبيب علي باشا إبراهيم نقابة الأطباء، وأصبح هو نقيب الأطباء الأول في تاريخ هذه النقابة. هذا الرجل العظيم وغيره، نسخ كثيرة جدا خلفهم مبروكة، وكل أمهاتنا مبروكات، نسأل الله أن يبارك فيهن إن شاء الله، وأن يكتب لنا الأجر، وأن يجازيهن على ما قدمنا خير جزاء. في الختام أنا وضعت أيضا الرابط، رابط المادة
مادة هذا اللقاء، وهي مادة PDF حوالي 24 صفحة موجودة على هذا الرابط، ممكن يصور وممكن الأخوة يرسلونه. وأيضا هذه يعني رابطين حقيقة تحتاجها كل أم يعني طموحة أن تحصل عليها. وأقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبقي من الوقت 10 دقائق يعني، والمغرب عندنا على وشك، نعطيكم هذه 10 دقائق ونسأل الله التوفيق والسداد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. يعطيك العافية دكتور علي، بارك الله فيك. شوف إذا في أي سؤال. والله نحب المداخلات والمشاركات وإثراء المادة أكثر من الأسئلة الصوتية، يعني الصوتية أو كتابية يعني، يعني نستفيد من الأخوة، وكل واحد أكيد وهو يسمع يعني خطر في بالي خواطر كثيرة، وأنا أتصور أن بعضهم سجلها ودونها وكتبها، وإن شاء الله نحن نستفيد منها، وأنتم إن شاء الله تحرصون على هذه التغذية الراجعة، يعني يعيد لكم هذه الأشياء حتى يعني تثري المادة وتضاف إليها، يعني في نهاية الملتقى تدخل في التوصيات وتصبح يعني ضمن المادة الإثرائية. طبعاً في سؤال، كيف أصنع من ابني قائداً؟ طبعاً تعرض لها الدكتور، تطرق لها. للأسف هذه الأخت للأسف تركت أمهات عظيمات في التاريخ وضربت نعم هند بنت عتبة. نعم سؤال تقول دكتور، نحن نربي ولكن المؤثرات الأخرى أو الخارجية سواء في المدرسة أو في وسائل التواصل. وهند بنت عتبة رضي الله عنها كانت تربي كانت المؤثرات أيضا موجودة وأكثر. نحن نحاول يعني 7 سنوات الأولى يستطيع الإنسان أن يعني يتحكم فيها، وأنا ركزت على هذه أنه أنا أربطه بالله عز وجل وقيده بالله، لا أستطيع أن أغلق أذانيه لا يسمع ولا عينيه حتى لا يرى، وهو مرفوع عنه القلم 15 سنة مرفوع عنه القلم، يرى ما يرى ويسمع ما يسمع، لكن ما هو دوري أنا؟ أنا دوري كأم لست أغلق أذانيه ولا عينيه، لا، وإنما أوجهه وأقول هذا الكلام لا يرضي الله، هذا لا يحب الله. طيب والد الذي قال، حتى لو والدك، حتى لو أنا الذي قلت، حتى لو قال من قال، هذا لا يرضي الله، أنت ماذا يهمك الله؟ فأربطه عند هذا حتى بس فقط يعرف الصواب والخطأ، حتى لو عمل الخطأ هو لا إشكال يعمل خطأ، ولكن يعرف أن هذا خطأ، حتى لو عمل كارثة لا إشكال يعمل كارثة. كيف يتعلم إذا ما وقع في الخطأ ووقع في الكارثة؟ كيف يتعلم؟ لكنه في داخله يعلم أن هذا لا يرضي الله، يعلم أن هذا غير صحيح. ونحن لو ننظر إلى الحيوانات تفهم هذا الشيء، يعني القطة عندما تعطيها شيء تأكله بجوارك، وعندما تخطف شيء تعرف أن هذا ذنب فتهرب. فكيف بشر؟ يكفي أنه يعرف أن هذا خطأ، يكفي أنه هو يعني يؤنب في داخل نفسه. تفضل. طيب دكتور، كيف أزيل الخوف من ابني، خاصة إذا كانت يعني أحد الأسباب هي أهمية نشأته بين أبوين فإن كان منفصلين؟ والله هذه تحتاج إلى نقاش طويل، يعني تحتاج إلى تحقيق، إلى فتح ملف تحقيق، لأنه نعرف يعني الأب والأم والأبوين كيف، فيبدأ الخلل منهم هم، إصلاحهم يعني إصلاحهم هم، ينفصلون مع السلامة ما في مشكلة، ينفصلون عادي، ينفصلون لا إشكال، ولكنه ليس هو الصواب الانفصال. يعني الآن الانفصال أكثر من التقاء، يعني أنا في الدورات التي أقدمها للعرسان أسألهم متى تطلق؟ قال إذا عصبت. طيب أنت تزوجت لما عصبت؟ متى تطلق؟ قال إذا زعلت منها. طيب أنت تزوجت عشانك زعلت من أمك؟ يعني أي قرار هذا؟ أي قرار؟ فعملية الانفصال، حتى أنه قبل كم يوم كان عندي استشارة أسرية وتقول لي إحداهن يعني عندي ولد عمره أظن 6 أشهر أو نسيت والله كم عمره، وتفكر في الانفصال. قلت هذا القرار ما تتخذينه وحدك. قال الطيب يعني أنا كلمت والدي، والدي قال الأمر لك. قلت ولا والدك والدك، لا ما تتخذينه. قال طيب أنا أكلمك أنا وأنت. قلت لا لست أنا. قالت أجل مين؟ قلت ابنك، ابنك هذا هو له حق، هو الذي يقرر، ليست أنت، يعني مو على الأمر مو بكيفك. يعني يسألي يقول لي ولدي حبيبي إيش رأيك؟
بابا وماما كل واحد يروح لوحده؟ بيقول لك لا، إذا تبقون رغم أنوفكم تبقون. طيب ما أحبه مو شرط تحبينه بس تبقون. يعني متى يكون الطلاق؟ ما يكون الطلاق إلا وهو حل وليس هو بداية مشكلة. ثم أيضا إذا حصل انفصال خلاص، يعني قدر الله وكتب الله ولا يعني كل الحكماء اللي حولكم حكم من أهلي وحكم من أهلي كلهم قرروا إنه لا تصلحون لبعض، لا تصلحون، خلاص نودع بعض ونمشي وإحنا نحب بعض وإحنا ندعي البعض بالخير. فإذا التقينا، وأنا رأيت يعني مشاهد من المحظون عندنا في الجمعية، الأم تأتي بالطفل والأب يأتي بالطفل وواحد يسلم الآخر، يعني معركة. إيش هذا؟ يعني شيء عجيب، شيء مخيف. ما هو ذنب هذا الطفل أن يرى هذه المعركة؟ خلاص أنتم ما تبغون بعض، لكن لا لا هذا ما له علاقة. يعني المفروض أنها تيجي تشكره أن ولدك ما شاء الله وابني ما شاء الله ويحبك وأنا دائما أوصيه ويشكرك، وهو يقول إلا والله هو ما شاء الله وخلاقه طيبة، ويقدمون هدايا لبعضهم ويروحون. هذه الصورة لازم ترى. يعني المحاكم الآن أصبحت لا تريد تسليم هؤلاء الأبناء بين الأبوين في الشرطة، حتى لا يكون هذه الصورة موجودة، هذه الصورة الذهنية موجودة للطفل، أنه والله يعني كنا في عسكر وشرطة ومدري إيش وجيش وحاجات كذا ومدري إيه، ويتبقى في ذهنه ويفسرها فيما بعد. لا، ما هي حلوة. طيب أيضا نفس الشيء، حتى لو كان في جمعية، حتى لو كان عند الحرم، حتى لو عند الكعبة، هو يرى وجه أبيه ووجه أمه ويقرأ فيهم ما لا يقرأونهم في وجوه أنفسهم. فيعني يعني نحتاج أن نشوف الآباء هم أنفسهم، الأب والأم، هل هو يعي المسؤولية ويعي قيمة هذا الإبن؟ هل هو يعي هذا؟ هل هو ممكن يضحي بمشاعره ويضحي بانفعالاته من أجل هذا الطفل؟ نعم، تفضلي بارك الله فيك. لعلهم كان في سؤال آخر، سؤال عشان الوقت بس. كيف نزرع الثقة في الطفل؟ أقول له أنت رجل. الحوار مع الأطفال من أساليب صناعة القادة. الحوار هو الأساس، وقبل الحوار الإنصات. يعني أنا أعلمه، فأنا أنصت له، لازم يتكلم حتى ينتهي. والطفل الصغير وهو يتكلم معاك يقول اسمع اسمع، تقول أسمعك، قال لا اسمع اسمع، يعني طالع فيه، يعني أرني وجهك، يعني أنظر في عيني وأنا أتكلم معاك. فلازم نحترمه، لازم يتكلم حتى ينتهي، ونشجعه كأنه فصيح اللسان، ولا نضحك عليه في تأتأته، بل نبسطه بل نسعده، حتى لو ما يعرف يقول كلمة، حتى لو ما نفهم عليه شيء، لابد أن نسمع له أول شيء، ننصت له، ثم نحاور بالطريقة التي يعني أتعامل معه وكأنه يعني شخصية كبير. وعندي أمثلة لا ليس الآن يعني مجال أني أستطيع أني أذكرها، فمهم جدا أني أحاور وأنا. أما بالنسبة كيف أصنع الثقة فيه، فالعجوز التي عمرها 70 عاما عندما تمشي مع طفلها الذي أو حفيدها الذي عمره 7 أعوام وتقول امشي يا ولدي قدامي لأنك أنت رجال، كلم صاحب التاكسي لأنك أنت رجال، كلم راعي البقالة لأنك أنت رجال، اعمل كذا لأنك أنت رجال، هذا الولد يشوف نفسه مثل الفيل، ولولا وجوده كان هذا العجوز أحد سرقها. هذه امرأة عجيبة تصنع من هذا الطفل رجل. عكسها تلك المرأة التي عندها ابن في الجامعة وهو يمشي خلفها في الأسواق، وهي التي تشتري له، وهو عيونه رايحة يمين شمال، وهي التي تتصل على الجامعة وعلى مدير الجامعة بالله انقلوه بالله اعطوه بالله جيبوه بالله ودوه بالله لا تزعلونه. انظري إلى هذه وإلى هذه. يعطيك العافية دكتور، بارك الله فيك وإياكم إن شاء الله. شكرا لكم، بارك الله فيكم، يعني ضاق علينا الوقت، ونسأل الله لكم الخير. آمين وإياكم إن شاء الله. اللهم آمين. صلى الله وسلم. شكرا لكم سيدنا. شكرا لكم حضورنا الكريم، نلتقيكم غدا بإذن الله بنفس التوقيت من 6 إلى 7. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.